السلام عليكم. انا الجارديان حي نسيم امام مدرسه ابن الخطيب عبد الهادي. بالنسبه للحظر من نهار بدا الحظر والنسيم بحال هكا يوميا ما كاينش لا مشاكل لا حتى شي حاجه. الناس ملتزمه البيوت ديالها وبدون مشاكل لا حتى شي حاجه. هذا هو اللي كاين. الساعه الدنيا خاويه ما كاينش كيبقى يدور حتى شي واحد. انت كتشوف دابا شوف ما كاين حتى شي حاجه ما كدور نهائيا. ما كاين الكمامات كاينين ولكن الناس اللي ما منظماش كيبغي ياخذوا اللي كيبغي ياخذ وحده كياخذ 10 كيصعبوا غادي القارض ولا شي حاجه كيخلي واحده اخرى بلاش. هذا هو المشكل ديال الكمامات اللي فين كاين. شحال ديال الكمامات؟ شحال شريتها انت هذيك اللي درتها؟ انا بدرهم. اوكي. ماشي لا هذا هو الثمن اللي كاين هنا 16 درهم. 16 درهم. هذا هو الحال شي باش كيبيعها. ولكن دابا الناس اللي كيتخاطبوا عليهم كياخذ 20 كيخافوا متقاده وداك الشيء كيجي واحد اخر من اللي قاعد مول عام شحال يجيب لي كيمين يجيب لي كيلقاو تقادات. ماشي واحد كل واحد ياخذ جوج ولا وحده باش يدير بانيل غدا الصباح ولا هادي. هذا هو المشكل فاش كيتقادى. من بعد السمك خمسة كاع كتلقى خاوي شي من خمسة لخمسة وربع الحوانت كيتسدو. خمسة وربع الحوانت كيتسدو. بالنسبه للناس كاين التزموا بيوت ديالهم راه قبل من الخمسه كيدخلوا بحال هكا. ما كاين من نهار بدا الحظر هما بحال هكا يوميا بحال هكا. من نهار بدا الحظر زعما العباد ملتزمه هنا بالناس بلا مشاكل بلا فوضى بلا حتى شي حاجه. هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. عبد الرحمن الكارديان ديال حي النسيم. الحمد لله كيف كتشوفوا الناس ملتزمين بالحجر الصحي. انتم الحي ديالنا كي كتشوفوا راه خاوي والحمد لله. انا الناس ربي خير وهنا الحمد لله حنا ربي خير. ما كاين لا صداع لا حتى شي حاجه والناس كيخو قبل ما يجي السلطات عندنا نشا كيخو. انتم كيف كتشوفوا ديما بالليل بحال هكا المهم حنا حتى حنا معاونين السلطات ديالنا ما مخلينش من حقنا. انتم كيف كتشوفوا ما عندي ما لقيت من داكشي اللي نقول الحمد لله ربي خير. هاد الحي بخير الحمد لله. هاد الحي ديما بحال هكا ديما بحال هكا. هاد الحي تا مورا السكا بحال هكا في ما دار شي حي نسيم ما كاين حتى شي حاجه بخير الحمد لله. ديما ديالو بخير الحمد لله ملتزمين بالحجر الصحي. هانتوما كيف كتشوفوا دابا تكون شي تسعود بحال هكا. تسعود وصافي لا ما كيبقى يخرج حتى شي واحد. جوج ستة صافي ستة ما كيبقى يخرج حتى شي واحد. خمسة ونص كاع صافي ما كيبقى يخرج حتى شي واحد. حتى الدراري ولنا متعاونين معانا الحمد لله. السلام عليكم. اسم كريم رضا معايا رشيد تاهو. كنحر في هاد الحجر تاهو ولا كما كيقولوا لهم في اشهار ديال الحجر كان الحجر الصحي. كما كتشوفوا معنا الشارع هانتوما كتشوفوا فارغ والناس راه ملتزمين الحدود ديالهم ملتزمين الشروط اللي عاطينهم ديال الحجر. كتشوفوا الشارع كما كتشوفوا غير حاجه غير الكلاب وكتشوفوا غير السيارات والشوارع فارغه كلشي ملتزم الديور البيوت ديالهم. هذا شارع النسيم هذه منطقة تكون الرباطي لهذا البنكة الرباطي هذا الموقع والو يعني انت كتشوف امام الكاميرا ديالك كتشوف الشارع ولا رجل ولا سقيم كما يقولون. الحجر تيتم بنجاح كنتمو نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا على هذا الوباء هذا وحيد عنا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا ربي امين. عليكم. انا الكارديان العبشي عبد الجليل في هذا الشارع هذا الرئيسي ديال حي النسيم. انتم كما كتشوفوا الشارع خاوي والناس قاموا بهذه التوعيه من السلطات المحليه
والناس راه منظمه بشكل جيد، واللهم لك الحمد راه الامور غادا على بخير وعلى خير. اللهم لك الحمد. من بعد 6 والفوق بحال هكا كتمشي الوقت حتى ل 8 الصباح. ديما الشارع خاوي. ونطلبهم الله يحط لباس.